شفت يا سمورة يا حبيبي؟ شفت غنوة شاكيرا بتاعت كاس العالم اللي فات؟ يليهوي يا راجل، الست دي يعني كاس العالم بتاع الكورة جايبين واحدة ما شاء الله كلها كور. يليهوي وكور ايه؟ ايش كور يمين وكور فوق وكور تحت؟ هي دي الكورة يا راجل، احنا مالنا ومال المشط. جميلة الغنوة، تحس فيها كده بروح التسامح والتعايش، وان الرياضة بتجمعنا كلنا في شاكيرا. رياضة ايه يا جدع؟ انا بتكلم على شاكيرا. ايوه يا سيدي، ما انا مالها. ايه الحلاوة دي؟ ايه اللياقة دي؟ ايه الطعامة دي؟ انت عارف ان الست دي ما نزلش منها غير قالب واحد بس؟ السلام يا اخوي، عندك السينما المصرية مليانة ستات حلوين، شوارع مصر يا لهوي مليانة ستات حلوين. مصر؟ مصر مين يا عم؟ على راسي مصر، ما قلناش حاجة، بس انت شكلك محلي مش انترناشيونال، لازم تبقى عالمي ومالكش في كور، قصدي مالكش في كاس العالم. انا لفيت العالم كله يا زعبولة، ملقتش لا اجمل ولا اطيب ولا احلى من الست المصرية وخفة الدم. ما تنساش خفة الدم، خلي بالك. يمكن على ايامك انت يا سمر يا حبيبي يا اخويا، بس على ايامنا احنا يا لهوي يا لهوي يا مستهوي. مفيش فرق يا ابني بين ايامكم وايامنا، بالعكس الستات الايام دي حلوت، معرفش ايه بياكلوا ايه. انت مش بتشوف الاعلانات ولا ايه؟ اعلانات ايه؟ اعلانات مين يا راجل؟ طب انت شفت بقى السنة دي جابولك جينيفر لوبيز جينيفر لوبيز برضو كلها كور. يعني يلا، طب بلاش دي. شفت مونيكا بيلوتشي المزة الإيطالية وعايشة في فرنسا وبتمثل في أمريكا؟ دي أكيد تعبت قوي في حاجز الطيران. طيران مين؟ ده الواحد يشيلها ويطير بيها يا راجل. الست دي كان فاضل لها تكة وأسرتها تطلع على اليورو، لولا بس الاتحاد الأوروبي قافش على إيطاليا. تفتكر دي أجمل من أي ست مصرية؟ فيها إيه زيادة يعني؟ لا 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 لا، معلش بقى، بص يعني انت حبيبي كله لا في كتير، لا لا بلاش نتكلم عشان رقابة حتى والدك بلاش. طب شفت بنات لبنان؟ شفت بنات لبنان الايام دي عاملين ايه؟ ايه ده؟ ايه ده بياكلوا ايه دول يا راجل؟ بيفطروا لبنة ويتعشوا زبادي. لبنان مفيش كلام، لبنان طول عمرها بلد حلوة وبلد جميلة، دي قطعة من الجنة. ولا الأوكرانيات؟ يا سمر يا أخويا على الأوكرانيات، إيه الحلاوة دي؟ بيأكلوا أوكرون ولا بيأكلوا ده حاجة تهبل يا راجل، مش لمؤاخذة الغفر اللي عندنا؟ الحكومة لغت الغفر من زمان يا زعبولة، يا دي النيلة، هما رجعوا تاني؟ لا، وغلاوتك لسه موجودين، امشي في الشارع ادخل اي مول هتلاقيهم، بص جنبك على السرير هتلاقي الغفير قاعد ومعاه البندقية. انت لازم تبقى وطني شوية ولازم تشجع بلدك يا زعبولة. حتى في الستات؟ لا يا عم، معلش بقى ازعرني، قصدي ارعز ازعره. اكسكيوز مي، انا بتاع المستورد، يدلي على سكارليت جوهانسون. مين دي كمان؟ مش بقولك انت مش عايش معانا هنا على الارض يا حبيبي. الست سكارليت دي هي عبارة عن لوز مقشر ولابس فستان، شفت ما بينطوها كده فستان. طب ما احنا عندنا من اللوز ده كتير قوي، بس فين السنان يا زعبولة؟ الصنف ده لسه منزلش مصر يا حبيبي، صدقني الست المصرية تحس انها حباية فول ومحتاجة سنان جحش علشان يعرف يقرقشها. بس خلي بالك، انت ممكن تاكل فول كل يوم وتعيش، وممكن تاكل لوز كل يوم وتتعب. مين قال كده بس؟ ده قصر ديل يا حبيبي. طب ده في صاروخ جديد طالع اسمه ايفا جرين، يا لهوي بتفكرني بكروديا كاركيراري. يا حبيبي خليك في المحلي، انت هتخوت ليه؟
صدقني هتكسب. مش هكسب غير وجع الدماغ. الست المصرية ملهاش في الدلع يا حبيبي، أنا بقولك يعني على راسي، محترمة وكله، ويدلي ويدلي ويدلي. مش لما تلاقي اللي يقولها يا روحي ويا قلبي وسكر حياتي كده في الأول. طب بالذمة كده، طب بص 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 كده في الشارع، بص في الشارع. أبص إيه بس أنت؟ أديني بصيت أهو. هاتلي واحدة تقول لها يا سكر حياتي. صحيح ما انتش عارف اللي بالشارع مين الرجالة ومين الستات، لأنهم كلهم ماشيين زي بعض، إنما نقيلي واحدة تقول لها يا حياتي. يا عم دول كلهم منزوعين الدسم. لا ما هو في رجالة بتحب السكر برا وخلاص وتشرب كده وبعدين تبقى تحط السكر. يعني أنا لقيت جوه وقلت لا، أنا طلعت برا من غلبي والله. ولا المغربية يا راجل؟ أقول لك إيه، المغربية والعصرية واللي بعد الظهرية ذوق ودلع. والست المصرية كمان، بس لما تلاقي حد يهتم بيها. حاسس كده إني أنت مش مقتنع من جواك. أنا معاك بقى برضو إن الست المصرية الحقيقة هي فيها خفة الدم اللي مش موجودة في العالم، بس برضو احنا هنعمل ايه بخفة الدم؟ برضو عايزين طعامة، طعامة يا راجل. جرب كده هتتفرج على مظاهرة عندنا ومظاهرة في لبنان. يليهوي، ايه الفرق يا زعبولة؟ المظاهرات واحدة في كل حتة. لا يا سمير يا اخوي، بلاش لبنان، سيبك من لبنان، شوف مظاهرات اوكرانيا. يا لهوي، وهم بيقولوا اكركوا 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 اكركوا، حاجة كده يعني. بلاش اوكرانيا، دي تركيا يا راجل، مظاهراتهم غيرنا. المظاهرات واحدة في كل حتة، ناس بتعترض وشرطة في النص، عادي يعني. يا راجل في لبنان او اوكرانيا او تركيا تلاقي المظاهرة يعني لمؤاخذة مزز مزز كلهم، مزز. تلاقي الأنثى من دول حتبصبص قشطة، يبقى هين علي أنط على الشاشة أحضن واحدة فيهم، بس ما بقدرش عشان الغاز المسيل للدموع بيطلع في التلفزيون. طب وهنا يا زعبولة؟ أبقى عايز أنط في الشاشة وأقول لهم أنتوا إيه اللي جابكوا هنا؟ ما تروحوا، روحوا بلدكم، شوفوا جوازكم اللي قاعدين لوحدهم في البيت. هو ده اللي فارق معاك؟ على فكرة بقى الست المصرية أجدع من مونيكا بيلوتشي بتاعتك دي. لا لا لا، كله إلا مونيكا، دي بتنور لوحدها يا راجل، بتطلع في الصورة كده إضاءة كاملة. مونيكا بتاعتك دي تقدر تخلف 3 عيال وتربيهم وتخدم جوزها وتروح شغلها وتحافظ على بيتها. سكارلت بتاعتك دي تقدر تروح السوق وتشتري حاجتها في عز الحر من غير ما تفرهد وتفطس بعد ربع ساعة. إيفا جرين دي تقدر تركب مواصلات رايح جاي وترجع شغلها وترجع تطبخ الغدا عشان جوزها وعيالها. أصلها مش بتتقاس كده يا سمرة يا أخويا. وما تتقاس إزاي زعبولة يا أخويا؟ أنت لازم بتقاسها غلط بقى، لازم تقاسها كده لأنك بتتجوز واحدة تعيش معاك مش تتفرج عليها. يعني هو يا فرجة يا ضرب، ما ينفعش الاتنين؟ ينفع الاتنين طبعا. الست المصرية جمالها ملوش مثيل، لما تلاقي كلمة حلوة، لما تحس بقلب حنين. يعني انت شايف ايه يا اخويا يا سمورة يا حبيبي؟ انا شايف ان احنا نتفرج على فيلم لمونيكا بلوتشي سوا ونحلم شوية. اوكي اوكي، بس اللي نفسي اشوفها النسكافيه الغامق شوية، أختك حبيبتك بيانسي.